وأعلنت مجموعة دومس وهي الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر الإعلام وتسويق 2010 عن إبرامها شراكة مع شركة أوثري للإنتاج وهي شركة تابعة لمجموعة ام بي سي جروب وأرنت اي سي جي المجموعة العربية للمحطات التلفزيونية الفضائية والمدرسة العليا في باريس. هذا ويقام معرض ومؤتمر الإعلام والتسويق 2010 من 13 إلى 15 ديسمبر 2010 في مركز دبي المالي العالمي للمؤتمرات والمعارض. وستتخلل أو سيتخلل هذا الحدث البارز ورشات عمل تسلط الضوء على تطورات الأساسية والميول المستقبلية في مجال الإنتاج الإذاعي. جديد هذا المعرض طبعا يضم المؤتمرات على عادته السنوية ويضم سوق الإنتاج اللي السنة فيه تطور ومن ناحية المشاركين ومن ناحية الثقافة عنه، وطبعا في نسبة نمو ما بين 20 إلى 30% متوقعة إلى أن يبدأ المعرض في ديسمبر 13 إلى 15. الحقيقة أورينت إي إس جي مركز متقدم في عالم مراكز التدريب الإعلامي الذي يخص كل طالب إعلام أو الذي يخص كل الراغبين في العمل ضمن وسائل الإعلام. وأنت تعرفين ما هو حجم أهمية التدريب الإعلامي إلى جانب الدراسة النظرية.